الحقيقة المشهد السياسي بات أكثر تعقيدا بعد انسحاب التيار الصدري و73 مقعد ليس بالهين اليوم على العملية السياسية. على كل الفرقاء السياسيين والفاعلين السياسيين أن ينتبهوا أن التفريط ب73 مقعدا لا يمكن أن يخدم العملية السياسية بأي حال من الأحوال. فأنا أعتقد أن تغريدة يعني السيد المالكي جاءت متأخرة بعض الوقت لكون انه كان هناك انسداد سياسي منذ 8 أشهر، كان يفترض ان يكونوا اقرب الى الواقع الذي افرضه التيار الصدري او فرضته نتائج الانتخابات الموجوده على الارض. فانا اعتقد ان التيار الصدري قد حزم امره الى المعارضه الشامله والمعارضه الشعبيه، ولكن على الفرقاء السياسيين وعلى الفاعل السياسي الشيعي أن لا يتورط وأن يذهب إلى حكومة أخرى جديدة حتى وإن كانت أغلبية أو توافقية بدون التيار الصدري، لأن التيار الصدري اليوم يعي المرحلة ويعرف الخطورة، لا ينزل إلى الشارع ولا يهدد ولا يقتل ولا كل شيء. هذا الأمر لا يمكن، لأن هناك عقلاء، وسماحة السيد مقتدى الصدر هو فاعل أساسي في الحوزة العلمية ويعرف خبايا ويعرف ما يدور في الوضع السياسي والإقليمي والدولي باتجاه العراق. فأنا أعتقد أن خسارة التيار الصدري وعدم إشراكه في العملية السياسية هي خسارة لكل الشعب العراقي وخسارة للعملية السياسية أولا. فأنا أعتقد على كل الفرقاء السياسيين بما بهم السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أما أن يقدموا استقالات حالهم حال يعني الكتلة الفائز الأول في إنقاذ وطن، وهم قالوا نحن تحالف حديدي ولا يمكن أن يتصدى عليهم، أما يقنعوا سماحة السيد مقتدى الصدر بالعودة إلى العملية السياسية أو يقدموا استقالاتهم ومن ثم تذهب العملية السياسية إلى انتخابات مبكرة وإجراءات قانونية أخرى تستطيع المحكمة الاتحادية اتخاذها.